بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، نظام ال3 سنوات ونظام ال5 سنوات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة. حلقة النهاردة هي 5 حلقات مادة الميكروبيولوجي المقررة على طلبة الصف الثالث تخصص فني معامل. احنا أخذنا قبل كده أخذنا تعريف علم الميكروبيولوجي، وقلنا هو العلم الذي يختص بدراسة الكائنات الحية الدقيقة لمعرفة أنواعها وخصائصها وصفاتها، وخدنا مراحل تطور هذا العلم، وقلنا في علماء ساهموا في تطور هذا العلم بأدوار بارزة، خدنا منهم العالم أنطوني فان ليفن هوك والعالم لويس باستير والعالم روبرت كوخ، وعرفنا كل واحد فيهم والدور اللي قام بيه في تطور علم الميكروبيولوجي. وكان في اعتقاد بنظرية التوالد الذاتي انه الكائنات الحية الدقيقة بتوجد في الاوساط بدون اصل حي، وتم اضحاض او دحر هذه النظرية على يد العالم لويس باستير، وهو يعتبر المؤسس الحقيقي لعلم الميكروبيولوجي. وبعد كده بدأنا ندرس الأهمية الاقتصادية للكائنات الحية الدقيقة، ودرسناها من حيث المنافع والأضرار، وتطرقنا بعد ذلك إلى أهم المجاميع الكائنات الحية الدقيقة التي توجد في التربة. خدنا منها البكتيريا، وعرفنا يعني إيه بكتيريا، كائنات حية دقيقة لا ترى بالعين المجردة ولكن يمكن رؤيتها بالميكروسكوب الضوئي، تمتاز بسرعة تكاثرها بالانقسام الثنائي البسيط وقدرتها العالية على تحليل المواد العضوية. وخدنا منها الأشكال المختلفة للبكتيريا، خدنا الشكل الكروي والعصبي والحلزوني وأنواع الحركة في البكتيريا، قلنا هم 3 أنواع، الحركة بالأصوات والحركة الانزلاقية والحركة البريمية. وبعد كده بدأنا ندرس التركيب الداخلي للخلية البكتيرية، وأيضا درسنا البكتيريا من حيث مصادر الكربون والطاقة، قلنا هما 2 أوتوتروفيك وهيتيروتروفيك أو عضوية التغذية ومعدنية التغذية أو ذاتية التغذية وغير ذاتية التغذية. وبدأنا ندرس المجموعة الثانية من الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة اللي هي الفطريات، كائنات حية دقيقة قد تكون وحيدة الخلية أو عديدة الخلية، تخلو أجسامها من مادة الكلوروفيل، لذلك لا تستطيع أن تجهز غذائها بنفسها وتعيش متطفلة أو مترممة على كائنات أخرى. ودرسنا تركيب خلية الفطر، وأيضا قسمنا الفطريات إلى 5 أقسام رئيسية على حسب نوع التكاثر الجنسي، قلنا فطريات بيضية وزيجية وأسقية وبازيدية وفطريات ناقصة، وقسمنا الفطريات إلى قسمين على حسب طريقة حصولها على الغذاء، قلنا فطريات متطفلة، وهذه الفطريات المتطفلة قد تكون متطفلة اختياريا او متطفلة اجباريا، والنوع الثاني هو الفطريات المترممة التي تحصل على غذائها من المواد العضوية المتحللة، وهذه الفطريات ايضا قد تكون مترممة اختياريا او مترممة اجباريا. ثم تم دراسة مثال حي للفطريات المتعايشة مع النباتات او مع جذور النباتات، قلنا هي فطر المايكورايزا، وهي 2، مايكورايزا داخلية ومايكورايزا خارجية، وعرفنا الأهمية الاقتصادية لفطريات المايكورايزا، وقلت لكم تركزوا إن هي بتفرز إنزيم الفوسفاتيز الذي يعمل على إذابة مركبات الفوسفور العضوية في التربة، مما يعمل على زيادة تيسرها وامتصاص النبات لها. وبعد كده درسنا الطحالب، وقلت لكم إن الطحالب كائنات حية وحيدة الخلية أو عديدة الخلايا، مائية يعني توجد في الأوساط المائية، وقسمناهم لأكثر من قسم على حسب اللون، وأيضا عرفنا الأهمية الاقتصادية للطحالب من حيث الفوائد والأضرار. وبعد كده درسنا الفيروسات، وعرفنا يعني إيه فيروس، وقلنا هو بيتكون من
غلاف بروتيني وحامض نووي وكائنات لا ترى بالعين المجردة ولا بالميكروسكوب الضوئي العادي، ولكن يمكن رؤيتها بالميكروسكوب الإلكتروني. وقسمناهم إلى 3 أقسام رئيسية على حسب العائل: في فيروسات نباتية، فيروسات حيوانية، وأيضا مجموعة لقيمات الكائنات الحية الدقيقة. وقلت لكم بتشمل الميكروفاج اللي بيتغذى على الفطريات، والبكتيريوفاج اللي بيتطفل على البكتيريا، والأكتينوفاج اللي بيتطفل على الأكتينومايسيتات، والسيانوفاج اللي بيتطفل على الطحالب. وعرفنا برضه الأهمية الاقتصادية للفيروسات. وآخر مجموعة من المجموعات اللي هي البروتوزوا أو الحيوانات الأولية اللي احنا بنقول عليها بتعيش في التربة، وأيضا المستنقعات والمياه البرك والمستنقعات، وبتتغذى على البكتيريا بأعداد هائلة. وقسمناها على حسب النوع الحركة ل4 أنواع رئيسية: مجموعة الصوتيات، وقلنا بتشمل الترايبونوسوما، مجموعة ذوات الأقدام الكاذبة بتشمل الأميبا، مجموعة الجرثوميات بتشمل بلازموديوم الملاريا، ومجموعة الهدبيات بتشمل حيوان الباراميسيوم. وبعد كده بدأنا ندرس التعقيم، وعرفنا يعني ايه تعقيم اللبادة الكاملة لجميع الميكروبات التي توجد على الأوساط والمواد، وعرفنا أغراض التعقيم وطرق التعقيم. قلت لكم طرق 3 رئيسية اللي هو التعقيم بالطرق الفيزيائية اللي بتشمل الحرارة والإشعاع، والتعقيم بالطرق الكيميائية بتشمل استخدام المواد الكيميائية المختلفة اللي احنا عايشين فيه في الأيام دي، اللي هو الكحولات والسليماني والفينول، كل دي مواد كيماوية بتستخدم في التطهير والتعقيم. وأيضا الطرق الميكانيكية وبتعتمد في تنفيذها أو في إجراها على استخدام المرشحات المختلفة، سواء كان مرشح زيتس أو بيركفيلد او تشامبرلاند او مرشح المسام الزجاجي. ودرسنا ايضا اجهزة التعقيم، وتطرقنا في الدراسة بعد ذلك الى دراسة البيئات الغذائية، وعرفنا يعني ايه بيئة غذائية: مواد عضوية او غير عضوية تستخدم في تنمية واكثار الكائنات الحية الدقيقة، وعرفنا الشروط الواجب توفرها في البيئات الغذائية، وايضا انواع البيئات الغذائية. قلنا هم نوعين: بيئات طبيعية وبيئات صناعية. والبيئات الصناعية قسمناها إلى قسمين: بيئات محددة التركيب الكيماوي وبيئات غير محددة التركيب الكيماوي. وقسمنا البيئات أيضا على حسب القوام إلى قسمين: بيئات سائلة وبيئات صلبة. وخدنا مثال للبيئات الصلبة اللي هو بيئة الأجار المغذي، والبيئات السائلة بيئة المرق المغذي أو بيئة لبن عباد الشمس. وبدأنا ندرس بعد كده ميكروبيولوجيا التربة، وعرفنا تركيب التربة الزراعية: الجزء العضوي والجزء المعدني والماء الأرضي والهواء الأرضي والكائنات الحية الدقيقة. وعرفنا تركيب المادة العضوية، وأيضا بدأنا ندرس بعد كده دورة الكربون، وقلنا مراحل تحلل المادة العضوية وانطلاق ثاني أكسيد الكربون اللي هي مرحلة اختفاء الأنسجة، سواء كانت أنسجة نباتية أو أنسجة حيوانية، ومرحلة تخليق خلايا جديدة من الخلايا داخل أجسام من المركبات داخل أجسام الميكروبات أو الكائنات الحية الدقيقة، وتكوين نواتج التمثيل الغذائي. وعرفنا مراحل تحلل المادة العضوية، سواء كان مادة عضوية أصلية أو مادة عضوية مضافة. وقلت لكم فوائد الدبال وتركزوا عليها، لأن من الأسئلة دايما اللي بتيجي في الامتحان: عرف الدبال مخزون التربة من المادة العضوية المتحللة، وما هي فوائده؟ فوائده كثيرة جدا، وانا قلت لكم في الحلقات السابقة. وبعد كده خدنا مراحل او صور تحلل لبعض المواد العضوية، سواء كان النشا او السليلوز او البكتين او الكايتين. وخدنا مثال لعملية التخمر المثالي اللي هو انتاج الغاز الحيوي البيوجاز، وعرفنا يعني ايه بيوجاز: المخلوط الغازي الناتج من تخمير المخلفات العضوية عند خلطها بالماء بمعزل عن الهواء، يعني وفر ظروف لا هوائية، فينتج غاز قابل للاشتعال بنسبة 50 إلى 70% من المخلوط، ومن 20 إلى 25% ثاني أكسيد كربون و5% غازات أخرى. وعرفت
الشروط الواجب او العوامل اللي بتتحكم في حجم وحدة البيوجاز، واهم المخلفات اللي العضوية اللي بتستخدم في انتاج البيوجاز، سواء كان مخلفات حيوانية، سواء كان مخلفات منزلية آدمية، مخلفات المصانع او الحشائش. وعرفت بعد كده العوامل اللي بيتوقف عليها كمية وحجم الغاز الناتج، وأيضا مكونات وحدة البيوجاز وأنظمة البيوجاز، سواء كان النظام الهندي أو النظام الصيني، ومكونات الوحدة قلت لكم المخمر، خزان تجميع الغاز، حوض الدخول وحوض الخروج. وعرفت يعني ايه سماد البيوجاز، المخلوط المتبقي من تخمير المخلفات العضوية، مقبول الرائحة، غير ممرض، لا يحتوي على الكائنات الممرضة، وبيتم استخدامه في زيادة خصوبة التربة، سواء كانت الطبقة السائلة أو الطبقة الصلبة. وبعد كده خدت فوائد غاز البيوجاز، سواء في الإنارة أو الطهي أو توليد الكهرباء، ومصدر للتخلص من المخلفات العضوية في الأرياف وفي المدن. بعد كده بدأت أتطرق لدراسة دورة النيتروجين، وعرفت أهمية عنصر النيتروجين بالنسبة للنبات وبالنسبة للإنسان، وخدنا دور الميكروبات في دورة النيتروجين، قلنا معدنة مركبات النيتروجين العضوية تشمل عملية النشدرة وعملية التآزوت، وأيضا اختزال النترات اللي هي عكس التآزوت وانطلاق الأزوت، وتمثيل النيتروجين في خلايا الكائنات الحية الدقيقة، وأيضا تثبيت أزوت الهواء الجوي بواسطة الكائنات الحية الدقيقة، سواء كانت كائنات لا تكافلية زي بكتيريا الأزوتوباكتر والأوزوسبيريليوم والكوليستريديوم، أو بكتيريا تكافلية زي بكتيريا الرايزوبيوم أو بكتيريا العقد الجذرية. وعرفت إزاي الميكروب المثبت لأزوت الهواء الجوي بيوفر وسط مختزل لعملية تثبيت أزوت الهواء الجوي، سواء كان عن زيادة معدل التنفس كما في الأزوتوباكتر، أو التحول من الشكل الواوي إلى الشكل الكهوي زي ميكروب الأوزوسبيريليوم، أو وجود محلول منظم أو صبغة منظمة من الليج هيموجلوبين اللي بتنظم نسبة الأكسجين في الوسط. تعالوا بينا أعزائي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم، وهناخد فيها دور الميكروبات في دورة الفوسفور. الفوسفور زي ما انتم عارفين انه من العناصر الغذائية الهامة لنمو النبات، وبيحتل المركز الثاني بعد عنصر النيتروجين في الأهمية. انا عندي عناصر كبرى وعناصر صغرى، من ضمنهم الفوسفور ده من ضمن احد العناصر الكبرى اللي احنا بنقول عليهم الـ NBK. الادوار بقى اللي بتقوم بها الكائنات الحية الدقيقة من التحولات لهذا العنصر، اول حاجة إذابة مركبات الفوسفور العضوية، هنعرف ميكانيكية الإذابة بعد شوية. 2، معدنة المركبات العضوية مع إنتاج الفوسفات المعدنية. 3، تحويل الفوسفات الميسرة إلى مكونات الخلية اللي هي عملية التمثيل. 4، والأخيرة اللي هي أكسدة أو اختزال مركبات الفوسفور الغير عضوية. هناخد أول حاجة اللي هي إذابة مركبات الفوسفور الغير عضوية، وناخد ميكانيكية الإذابة. خلي بالكم بس، عايز أديكم بس خلفية عن امتى وازاي عنصر الفوسفور ممكن يكون في صورة ذائبة وميسرة لتغذية الكائنات الحية الدقيقة او لامتصاص النبات. الفوسفور علشان النبات يمتصه لازم يكون في صورة ميسرة، وبيتم اذابة الفوسفور في الوسط الحامضي، يعني الوسط البيتش بتاعه بيكون اقل من 7. المراحل ازاي؟ اول حاجة بتقوم الميكروبات بانتاج الاحماض العضوية كحمض الفورميك والخليك، التي تعمل على تحويل فوسفات الكالسيوم الثلاثية لفوسفات ثنائية وأحادية، ويكون العنصر بذلك ميسر للنبات. المرحلة الثانية أحيانا في بتقوم الميكروبات الذاتية التغذية الكيميائية بأكسدة النشادر أو الكبريت، لتنتج أحماض النيتريك والكبريتيك التي تتفاعل مع صخر الفوسفات لتزيد من كمية الفوسفات الذائبة. الدور الثاني للميكروبات في دورة الفوسفور اللي هي معدنة الفوسفور العضوي. احنا خدنا معدنة النيتروجين العضوي، يعني تحويل النيتروجين من صورة عضوية لصورة معدنية في عمليتي التآزوت والنشدرة. هنا نفس الكلام هناخده بس على عنصر الفوسفور.
بتقوم البكتيريا والفطريات والاكتينومايسيتات بتحويل الصورة المرتبطة من الفوسفور في بقايا النباتات والمادة العضوية اللي احنا بنقول عليها الصورة العضوية إلى الصورة الميسرة للنبات. بتتم معدنة الفوسفور في الأراضي البكر يعني التي لم يسبق زراعتها بصورة أسرع من الأراضي المنزرعة، وأيضا في الحرارة الدافئة والوسط المتعادل اللي هي pH 7، وكذلك فطريات الميكورايزا في التربة بتفرز إنزيم الفوسفاتيز الذي يزيد من تيسر الفوسفات للنبات. دي طبعا صورة بتبين لك دورة الفوسفور سواء كان بيتحول من الصورة الغير زائبة أو الصورة العضوية إلى الصورة المعدنية. الدور الثالث بالنسبة للميكروبات في دورة الفوسفور اللي هو تمثيل الفوسفور داخل أجسام الكائنات الحية الدقيقة. بتحتاج الميكروبات في نموها لوجود الصورة الميسرة للفوسفور، لذلك فإن كمية الفوسفور الميسر في الوسط التي تتحكم في تكاثر هذه الميكروبات لا بد من إضافته في التربة الفقيرة ليؤدي لزيادة نشاط هذه الكائنات الحية الدقيقة وزيادة عددها وزيادة معدل تكاثرها. وحتى لا تأخذ الكمية الميسرة من النبات لسد احتياجاتها بيضاف في صورة معدنية للتربة عند إضافة مادة عضوية فقيرة في عنصر الفوسفور، أو يتم إضافة المادة المعدنية اللي هي على صورة سماد فوسفاتي قبل الزراعة بفترة كافية حتى يتم تحللها. الدور الرابع والأخير بالنسبة للميكروبات في دورة الفوسفور اللي هي تفاعلات الأكسدة والاختزال. بيمكن الاستدلال على حدوث عمليتي الأكسدة الحيوية لمركبات الفوسفور إمتى؟ أننا بقوم بإضافة مادة الفوسفين للتربة، وإذا تم اكتشاف أن هذه المادة تم اختفائها من الوسط وزاد تركيز الفوسفات بيحدث ذلك بفعل الميكروبات. علشان أتأكد من أن الميكروبات هي المسؤولة عن حدوث أكسدة لمادة الفوسفين بضيف مادة مانعة لنمو الميكروبات أو بتقضي عليها اللي هي مادة التلوين، فإذا تم وقف عملية اختفاء للفوسفين معنى ذلك أن الذي قام بالعملية في المرة السابقة هو الكائنات الحية الدقيقة. هناخد بقى جزئية مهمة جدا اللي هي التحولات البيولوجية للفوسفور في الأراضي المصرية. خلي بالك ممكن يجي لك سؤال في الامتحان اذكر أهم التحولات البيولوجية لعنصر الفوسفور في التربة المصرية أو في الأراضي المصرية. أول حاجة بتحتوي الأراضي المصرية على أعداد كبيرة من الميكروبات المذيبة للفوسفات، بيتوقف عددها على ظروف التربة ونوع وعمر النبات، فهي بتزيد في الأراضي الخصبة والأراضي المنزرعة بمحاصيل بقولية. اتنين بتحتوي منطقة الريزوسفير، ايه الريزوسفير دي يا دكتور؟ اللي هي منطقة المجال الجذري يعني منطقة اللي بينمو فيها الجذور، على نسبة عالية من الميكروبات المذيبة لعنصر الفوسفات. تلاتة بتقوم فطريات الميكورايزا بإمداد النبات التي تتعايش معه بالفوسفور الميسر عن طريق قلت لكم الميكورايزا جذور فطرية بتعيش معيشة تكافلية مع النباتات، بتقوم بعملية تيسير لعنصر الفوسفور في التربة عن طريق إفراز ما يسمى بإنزيم الفوسفاتيز، وأيضا بتحصل من النبات على الغذاء المصنع بعد قيام النبات بعملية الفوتوسينسيز أو عملية البناء الضوئي، لأن هي بتعتبر الميكورايزا جزء من أجزاء جسمها، لأن هي بتبقى عبارة عن تداخل بين الفطر والجذر النباتي، ولذلك بنقول عليها مايكورايزا يعني جذور فطرية أو فطريات جذرية سميها زي ما أنت حابب. أربعة البي اتش في الأراضي المصرية بيكون تقريبا يا أولاد 7.5 إلى 9، ده بيديني مؤشر على إيه؟ بيديني مؤشر إن الأراضي المصرية معظمها بتكون أراضي قاعدية أو أراضي قلوية، وهذا يسبب عدم تيسر الفوسفور للنبات في هذا الوسط. خلي بالكو الفوسفور في الأراضي المصرية لا يذوب إلا في عند تحول التربة من pH قلوي إلى pH حامضي،
وجود الميكروبات بقى الموذبة للفوسفات بكثرة في الأراضي المصرية بيزيد من إنتاجيتها، لأن النبات بيعتمد على هذه الكائنات الحية أو اللي احنا بنقول عليها الميكروبات لتيسر أو لزيادة إذابة الفوسفور العضوي. 5، وجد أن تلقيح التربة أو البذور بالسلالات المحلية عالية الكفاءة من الميكروبات في إذابة الفوسفور بيزيد من نمو هذه النباتات وامتصاصها للفوسفات. 6، والأخيرة، أكثر أنواع الميكروبات انتشارا في الأراضي المصرية ولها كفاءة عالية في تحليل الفوسفات هو جنس الباسيلس وجنس ستريبتومايسيس. تعالوا بينا بقى أعزائي الطلبة نتطرق لوحدة مهمة جدا، اللي هي الوحدة التانية اللي هندرس فيها مايكروبيولوجيا المياه. يعني ايه كلمة مايكروبيولوجيا المياه؟ يعني دراسة الكائنات الحية الدقيقة التي توجد في المياه، سواء كانت مياه الشرب او مياه الري او مياه الامطار او مياه البحار او مياه المحيطات او حتى مياه المخلفات، سواء كان مخلفات آدمية او مخلفات المصانع او مخلفات الصرف الزراعي. يبقى انا لما اقول لك مايكروبيولوجيا المياه يبقى عايز أدرس الكائنات الحية الدقيقة التي توجد في هذه المياه، من حيث الخصائص، من حيث الفوائد، من حيث الأمراض التي تسببها، وأيضا كيفية تفادي انتشار هذه الأمراض. في جزء كده يعني بيعرفك أهمية المياه بالنسبة للإنسان، لا يخفى على أحد الدور الفعال للمياه في حياتنا. ربنا قال في القرآن: وجعلنا من الماء كل شيء حي. المية بتمثل حوالي 90% من حجم الخلية الحيوانية أو الخلية النباتية. تخيلوا أن الخلية هي أصل الحياة، تكوينها أو 90% من تكوينها هو الماء. تعالوا ندرس بقى الدور اللي تقوم به المياه في حياتنا. أول حاجة، بيشكل الماء حوالي 90% من تركيب الخلية الحيوانية أو النباتية. بيحتاج الإنسان للماء في أغراض عديدة جدا: شرب، النظافة، إعداد الأطعمة. بيستهلك الحيوان أيضا كميات ضخمة للشرب والنظافة، وبيحتاج النبات كميات لا حصر لها أثناء عملية الري. 3، بتعتمد كثير من الصناعات على المياه، وبالأخص الصناعات الغذائية. 4، بيستخدم الماء في إنتاج الطاقة الكهربائية زي الماء اللي موجود في السد العالي، أو إنتاج الطاقة الحركية زي طاقة البخار. وبتمثل المياه إحدى وسائل النقل الهامة داخل البلاد وخارجها، سواء باستخدام القوارب أو باستخدام المراكب الشراعية أو حتى باستخدام السفن. هناخد بعد كده مصادر المياه. أنا عندي مصادر للمياه بتكون مصادر مياه سطحية، بتشمل مياه عذبة زي مياه الأنهار والجداول المائية والبحيرات العذبة، والمياه المالحة مثل مياه المحيطات والبحار والبحيرات المالحة. والمياه الجوفية هي التي تتجمع في طبقات عميقة تحت سطح التربة، وبتمتاز بانخفاض محتواها الميكروبي جدا عن المياه السطحية. بسبب إيه؟ بسبب ترشيح المياه خلال طبقات الأرض الجوفية. هناخد بعد كده مصادر تلوث المياه الطبيعية. ركزوا بقى في الجزئية دي علشان ممكن تجي لك في الامتحان. أذكر أهم مصادر تلوث المياه الطبيعية. أنا عندي 4 مصادر رئيسية لتلوث المياه، اللي هو التلوث بميكروبات التربة. وبيبدأ ذلك بمجرد سقوط الأمطار، بتأخذ من الهواء الأتربة وأنواع مختلفة من الميكروبات التي تزداد عند ملامسة مياه الأمطار لسطح الأرض. فبيختلط الماء بحبيبات التربة وما تحمله من ميكروبات ومواد عضوية وغير عضوية زائبة، وبيستمر التلوث بجريان الماء على سطح الأرض للتجمع في الأنهار والبحار، بالإضافة أيضا إلى التلوث بميكروبات الأراضي الزراعية نظرا لوصول مياه الصرف الزراعي إليها. تاني نوع من مصادر التلوث اللي هو التلوث بمخلفات الإنسان والحيوان، وده بيعتبر من أخطر مصادر تلوث المياه.
وبيحدث ذلك نتيجة لوصول مياه المجاري إلى مياه الشرب، وبترجع الخطورة لأن مياه المجاري بتحتوي على نسبة عالية من الميكروبات، بعضها بتكون برازية بتسبب أمراض الكوليرا والدوسنتريا وغيرها مثل السلمونيلا وفيروس شلل الأطفال وغيرها من الأمراض اللي هندرسها بعد شوية. النوع الثالث من مصادر التلوث اللي هو التلوث بمخلفات المصانع اللي هو الصرف الصناعي، بتحتوي على نسبة عالية من المواد الكيماوية الضارة بصحة الإنسان زي العناصر الثقيلة زي النحاس والزنك والزئبق، وبيتم عزل كيماويات شديدة السمية، بعضها بيبقى ليه تأثير أو بتسبب مرض السرطان للإنسان والحيوان. النوع الرابع والأخير من مصادر تلوث المياه اللي هو المخلفات الزراعية، بتشمل إيه؟ تشمل بواقي مخصبات التربة اللي هي الأسمدة الكيماوية والمبيدات الكيماوية الضارة اللي بتصل لمياه الري والصرف للمياه العذبة. خلي بالكم في نظام زراعي حديث أو بدأ التوسع في الاهتمام به اللي هو الزراعة العضوية، وهو نظام زراعي بيتجنب استخدام المبيدات الكيماوية والأسمدة الكيماوية في الزراعة، وبينتج عن ذلك ما يسمى بالمحصول العضوي، وهذا المحصول العضوي بيكون غير ضار بصحة الإنسان، غير ملوث للبيئة، بيحافظ على النظام البيئي نتيجة الاعتماد على الأعداء الحيوية في المكافحة، وأيضا بيكون له مردود اقتصادي عالي الثمن، لأنه طبعا أسعار المواد أو المنتجات العضوية بتكون أغلى من المنتجات التقليدية. هناخد بقى المياه الصالحة للشرب، لها تعريف كده وممكن يجي لك على صورة مصطلح علمي، هي مياه عديمة اللون والطعم والرائحة، خالية من المواد المعلقة والمواد الكيماوية والمواد المشعة والميكروبات المرضية. أقولها تاني، مياه عديمة اللون والطعم والرائحة، خالية من المواد المعلقة والمواد الكيماوية والمواد المشعة والميكروبات المرضية. طيب دي المياه الصالحة للشرب يعني اللي أنا هقدر أشربها. طب النوع التاني اللي هو عكسها بقى، اللي هي المياه الغير صالحة للشرب، تعريفها ايه؟ لها لون وطعم ورائحة وفيها مواد معلقة وبها ميكروبات مرضية ومركبات كيماوية ومواد مشعة. هناخد بقى جزئية مهمة جدا جدا اللي هي كيفية تنقية مياه الشرب. انا هتخيل معاكم ان انا قمت بزيارة ميدانية لإحدى محطات تنقية مياه الشرب الموجودة على مستوى جمهورية مصر العربية. أول حاجة علشان أعمل عملية تنقية لمياه الشرب، لازم مصدر المحطة اللي بتحصل منه على المياه يكون خالي من الميكروبات أو من التلوث بمياه المجاري. يبقى أول نقطة، وقاية مصدر المياه من التلوث بمياه المجاري. بتتم دي إزاي يا دكتور؟ بتتم بمعالجة مياه المجاري والتخلص منها بالطرق الصحيحة أو الطرق الصحية، وذلك عن طريق اللي هو الصرف الصحي يا أولاد، وذلك عن طريق إن احنا بنجمعها في مواسير مغلقة بعيدا عن مواسير مياه الشرب. طيب المرحلة التانية، خلاص أنا حصلت على مياه خالية من التلوث بمياه المجاري ودخلت المياه لأحواض التنقية في المحطة. أول حوض عندي في أحواض التنقية اللي هو حوض الترسيب. الترسيب بيتم بترك المياه الساكنة مدة من الزمن في أحواض بقول عليها أحواض الترسيب، مع إضافة الشابة. إيه الشابة دي يا أولاد؟ اللي هي كبريتات الألمونيوم أو البوتاسيوم، أو ممكن أستخدم كبريتات الحديديك، أيا كان النوع اللي أنا هستخدمه. دي بتعمل على زيادة معدل الترسيب عن طريق ما تكوين معلق غروي أو محلول غروي بيرسب الشوائب والأجسام العالقة والميكروبات اللي موجودة في المياه في حوض الترسيب. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الترشيح، يبقى أول حاجة وقاية مصدر المياه من التلوث بمياه المجاري، النوع الثاني اللي هي مرحلة الترسيب، والمرحلة الثالثة اللي هي الترشيح. بيتم ازاي مرحلة الترشيح دي؟ بيتم بإمرار المياه على طبقات متعاقبة من الحجارة والحصى والرمل الخشن والناعم، وهذه الطبقات بيكون لها دور في حجز
وخصوصا الرمل الناعم، حوالي من 90 ل 99% من المواد العالقة والميكروبات الموجودة في عينة المياه. طبعا دي صورة لإحدى محطات تنقية مياه الشرب. طبعا ده أحواض الترسيب، وبعدين أحواض الترشيح، وبعدين المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التطهير باستخدام الكلور، والمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة إضافة الفلور. هناخد بقى المرحلة الثالثة اللي هي التطهير، الرابعة اللي هي التطهير بإضافة الكلور اللي احنا بنقول عليها الكلورة. بيتم إضافة الكلور يا أولاد إلى المياه لتطهيرها، عن طريق لأن الكلور بينتج أكسجين نشط، هذا الأكسجين بيكون قادر على قتل الميكروبات عن طريق أكسدة محتويات الخلايا الميكروبية. وأيضا الكلور نفسه بيكون له تأثير قاتل عن طريق اتحاده المباشر مع بروتين خلية الكائن الحي الدقيق، أو بنقول عليه خلية الايه الميكروب. في عوامل بتتوقف عليها كمية الكلور اللي بضيفها للماء. خلي بالكو الكلور يعتبر مادة سامة، فأنا لازم أراعي المعدلات المسموح بها دوليا لتنقية وتطهير المياه الموجودة عندي في محطة المياه. مش بيتم إضافة الكلور بصورة اعتباطية أو بصورة عشوائية، لا، ده أنا باخد عينة بعد ما بضيف الكلور بعد 20 دقيقة من الإضافة، وقيس كمية الكلور في هذه العينة. لا يجب ألا تزيد كمية الكلور عن 2 من 10 إلى 2 مللي جرام لكل لتر لكل جزء في المليون. تخيلوا النسبة من 2 من 10 إلى 2 مللي جرام لكل لتر لكل جزء في المليون من عينة المياه المأخوذة، ده بعد الإضافة ب 20 دقيقة. طيب إيه هي العوامل اللي تخليني أزود الكمية من 2 من 10 إلى 2 من 100 إلى 2؟ العوامل دي هناخدها بقى مع بعضين. أول حاجة اللي هي تركيز الكلور ومدة التأثير. كل ما كان الكلور مركز، كل ما كانت الكمية المضافة أقل. مدة التأثير، كل ما كان الكلور بيبقى مع المياه في حوض التطهير لمدة أطول، كل ما كانت الكمية أقل. عدد وأنواع الميكروبات الموجودة في المياه، كل ما كان الحمل الميكروبي عالي كل ما كان كمية الكلور أعلى. ثلاثة اللي هي كمية المادة العضوية، وخصوصا المواد البروتينية. كل ما كانت المادة العضوية في المياه عالية، حيوانات نافقة أيا كان نوعها، لازم أزود كمية الكلور المضافة لعينة أو للمياه في محطات التنقية. درجة البي اتش ودرجة الحرارة بتزداد سرعة تفكك الكلور في الوسط الحامضي ودرجة الحرارة العالية. خامس خطوة والأخيرة من خطوات تنقية مياه الشرب اللي هي إضافة الفلور، أو بنقول عليها عملية الفلورة. ودي طبعا بتكون في الدول الراقية، أو بنقول عليها الدول المتقدمة، نظرا لأن عنصر الفلور بيكون غالي الثمن، فبيبقى في يعني تحفظ في إضافته. وبيضيفوه ليه؟ لأنه عنصر الفلور ليه دور في حماية الأسنان من التلوث. فبمجرد ما الأطفال، وخصوصا للأطفال، بيتم شرب الماء، بيقضي ذلك على البكتيريا اللي موجودة في الأسنان، لأنه بيحتوي على عنصر الفلور وبيحمي أسنان الأطفال من التسوس. أنا جايب لكم بقى شكل هنا في شاشتنا الجميلة، بيختصر هذه المراحل اللي هي مرحلة وقاية مصدر المياه من التلوث بمياه المجاري، وأيضا مرحلة الترسيب والترشيح والكلورة والفلورة. زي ما انتوا شايفين، آدي من بداية المحطة هنا المياه الخام بتدخل بعد كده في حوض الترسيب اللي بيحتوي على كبريتات الألمونيوم أو الشبة، وبعدين بيعدي على طبقات من الرمل والحصى الخشن والناعم اللي هو في حوض الترشيح، ثم بيتم إضافة أو المعاملة بالكلور، ثم المعاملة بالفلور، ثم يتم ضخ المياه في مواسير المياه وتصل إلى المستهلك. تعالوا بقى ناخد جزئية مهمة جدا أعزائي الطلبة والطالبات، اللي هي
كيفية الحكم على صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي. أنا عرفت من شوية اللي هو تعريف المياه الصالحة للاستهلاك الآدمي، قلت مياه عديمة اللون والطعم والرائحة، خالية من المواد المعلقة والمواد الكيماوية والمواد المشعة والميكروبات المرضية. طيب أنا عملت عملية تنقية لمياه الشرب في محطات التنقية، إيه اللي بيحصل بعد كده؟ بتقوم فرق من وزارة الصحة وخصوصا اللي هم العاملين بالمجال الصحي اللي هم في مفتشين الصحة، بتاخد عينة من هذه المياه سواء كان من المحطة نفسها أو من صنبور المياه في المنازل، وبيتم وضعها في زجاجات وبيكتب عليها مكان أخذ العينة وتاريخ أخذ العينة واسم أخذ العينة والتوقيت اللي تم فيه أخذ العينة، وبترسل مباشرة إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة لتقدير مدى صلاحية هذه المياه من عدمه للاستهلاك الآدمي. إذا كانت العينة إيجابية فبيتم وقف ضخ هذه المياه إلى المستهلك وبيعاد تنقيتها مرة أخرى، وإذا كانت العينة سلبية بيسمح باستهلاكها من قبل البشر. إيه هي بقى الاختبارات؟ أول حاجة بيتم تقدير صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي عن طريق إجراء مجموعة من الاختبارات المختلفة بتجرى بشكل دوري لمتابعة الظروف الصحية لمياه الشرب. أول حاجة من الاختبارات دي بيتم بأخذ عينة ممثلة ومعقمة للمياه، وبتحلل عن طريق أول حاجة عدد البكتيريا الكلي الموجود بالعينة وعدد البكتيريا الكلي بالماء كدليل على صلاحيته للشرب. بتعتبر المقاييس الأمريكية أن الماء صالحا للشرب إذا احتوى على عدد كلي من البكتيريا أقل من 100 ميكروب لكل 1 ملي، مقدرة بطريقة الأطباق النامية على بيئة الأجار المحضن على درجة حرارة 37 درجة مئوية لمدة 24 ساعة. طب بالنسبة بقى للمياه المعدنية، لا يجب ألا يزيد عدد البكتيريا عن 30 ميكروب أو 30 بكتيريا لكل 1 ملي. ومن عيوب طريقة العد الكلي بالماء أو عدد البكتيريا الكلي بالماء إنه المياه قد تحتوي على عدد قليل، يعني أقل من 100 أو أقل من 30% المعدنية من الميكروبات، ولكن هذا العدد بيكون من الميكروبات المرضية أو قد تحتوي على عدد كبير من الميكروبات، يعني بيزيد عن 100 ولكن غير ممرض ولا يسبب مشاكل بالنسبة لمن يتناول هذه المياه. طيب النوع الثاني أو الاختبار الثاني اللي هو الكشف عن الميكروبات المرضية عن طريق الكشف عن الميكروبات المعوية. إيه الميكروبات المعوية دي يا دكتور؟ يعني البكتيريا التي تعيش في أمعاء الإنسان. أنا عندي نوع مشهور جدا اللي احنا بنقول عليه إشيريشيا كولاي أو إي كولاي، أو بيقولوا عليها بكتيريا القولون. بيتم بالكشف عن طريق الميكروبات الغير مرضية التي تعيش طبيعيا في الأمعاء مثل بكتيريا الإيكولاي، فإن وجدت في مياه الشرب بيعتبر ذلك دليل على تلوث المياه بمياه المجاري، حيث تعتبر هذه الميكروبات كاشفات للتلوث ويحتمل أن يوجد بالماء ميكروبات أخرى مرضية. تعالوا بقى نتطرق لجزئية مهمة جدا اللي هي أهم الأمراض المنقولة عن طريق المياه. احنا هناخد الامراض المنقوله عن طريق المياه 6 امراض، اللي هي الحمى التيفوديه المسبب بتاعها بكتيريا السالمونيلا تايفاي، احفظها بكتيريا وخلاص. اعراض المرض ارتفاع في درجه حراره المريض لفتره طويله، حدوث التهاب في الامعاء، ظهور بقع ورديه الى حمراء في منطقه المعده احيانا و في الطحال. طريقه انتقال مرض التيفود أو الحمى التيفودية بينتقل الميكروب من خلال الفضلات الملوثة إلى الذباب ثم إلى الأطعمة من خلال المرضى الحاملين للمرض، وفترة حضانة الميكروب بتكون حوالي من 10 إلى 14 يوم. طب إزاي يا أولاد أنا أقي نفسي من الإصابة بهذا المرض؟ أول حاجة تطبيق الشروط الصحية بالنسبة للماء والغذاء، يعني استعمال
ماء نظيف واستعمال غذاء غير ملوث بالميكروبات. 2 عدم مخالطة المرض اللي احنا بنقول عليه العزل. 3 حفظ الأغذية على درجة حرارة المنخفضة اللي هي الحفظ في الثلاجات. المرض التاني وده كان مرض خطير جدا ومنتشر في الخمسينيات اللي هي مرض الكوليرا. المسبب بتاعه بكتيريا حلزونية بنقول عليها فيبريو كوليرا. فترة حضانة المرض بتكون من 2 إلى 3 أيام وغالبا بتنتهي بالوفاة إذا لم يتم معالجة المريض المصاب. طيب إزاي أعرف إن أنا عندي هذا المرض؟ يعني من غير ما أروح للدكتور ويكشف عليا وياخد مني عينة أو يعمل لي أشعة وتحاليل، إزاي أنا أشتبه أو أشخص الإنسان المصاب بالكولر؟ أول حاجة حدوث قيء وإسهال، 2 حدوث مغص في البطن وغثيان، 3 حدوث فقد للعناصر الغذائية والماء بالجسم اللي هو الجفاف، 4 حدوث جفاف يؤدي إلى الوفاة. والمرض الكوليرا بينتقل عن طريق تناول غذاء أو ماء ملوث بالميكروب أو الذباب أو الاتصال الشخصي بالمريض اللي هي مخالطة الإيه؟ المرضى أو استعمال أدوات المريض المصاب بالكوليرا. طيب ازاي انا اعمل عملية وقاية وعلاج لمرض الكوليرا؟ طبعا كان زمان في صعوبة في العلاج، دلوقتي بدأ يبقى في عملية سهولة، والمرض ده بينتشر في الاماكن الغير نظيفة او في الدول التي لا يوجد فيها صرف صحي. اول حاجة العناية بالنظافة العامة، تأكد من تطهير ماء الشرب، عزل المرضى والتخلص من فضلاتهم بطريقة صحيحة، مكافحة الذباب، توعية المسافرين إلى الأماكن الموبوءة بخطورة المرض، غسل الخضر والفواكه جيدا بالماء، والنظافة الشخصية وغسيل الأيدي باستمرار، والتحصين ضد المرض. العلاج 1 تشخيص المرض بعزل الميكروب من جسم المريض عن طريق أخذ عينة، 2 إمداد الجسم بالسوائل والأملاح لمعالجة الجفاف، 3 استخدام مركبات السلفة نيلاميد والمضادات الحيوية، 4 التطبيق الجيد للشروط الصحية وتناول أطعمة صعبة الهضم زي النشا، بيمنع الإسهال وبيساعد في الشفاء. هناخد المرض الثالث وده مرض خطير جدا اللي هو التهاب الكبدي الوبائي، بس مش من النوع سي، لا من النوع ايه. بينتقل عن طريق الأغذية والمياه الملوثة. وأعراض المرض حدوث حمى وصداع في الرأس، غثيان وتقيؤ، وآلام في البطن وفقد للشهية. 4 بتبدأ أعراض اليرقان. إيه أعراض اليرقان ده؟ اللي هو اصفرار في الجلد والعين والبول، بيكون لونه أسمر. طيب ايه هي بقى طرق الوقاية من مرض التهاب الكبد الوبائي النوع ايه؟ اللي هو منع المصابين بهذا، طبعا مسبب فيروس، منع المصابين بهذا المرض من العمل في مجال الأغذية، التأكد من نظافة الماء وتطهيره بأحد المطهرات زي الكلور أو الأوزون. 3 عدم استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في ري المزروعات. طب ايه المشكلة بقى ان انا اروي مية صرف اروي بيها المزروعات؟ طب ما انتوا عارفين انه النباتات اللي بتروى بمياه الصرف، هذه المياه بتخزن السموم الموجودة بها او الميكروبات الموجودة بها داخل هذه المحاصيل، وعند تناولها بيؤدي ذلك الى انتقال الميكروب او انتقال الفيروس من الكائن الحي، سواء كان حي نباتي او حيواني، الى الانسان عند تناوله لمزروعات مروية بمية الصرف. تخيلوا الخطورة فين. تجنب أكل الخضر الورقية زي مثلا الخس والجرجير في المناطق الموبوءة، منع الصيد في المياه الملوثة، أيضا صيد الأسماك اللي بيتم صيدها في مياه ملوثة بالفيروسات، بيؤدي ذلك عند تناول هذه الأسماك إلى انتقال العدوى بالفيروس. المرض الرابع اللي هو شلل الأطفال. طبعا الدولة مشكورة، انتوا عارفين انه في حملات بتقوم بها الدولة باستمرار في تطعيم الأطفال
ضد الإصابة بالأمراض السارية أو الأمراض المستوطنة، من ضمنهم هذا المرض اللي هو مرض شلل الأطفال. ومصر في سنة من السنين أعلنت أنها خالية من الإصابة بمرض شلل الأطفال، وده طبعا إنجاز يحسب لوزارة الصحة والقائمين على العمل في مجال التطعيم والوقاية ضد الأمراض السارية. طبعا تعرفين أن شلل الأطفال ده فيروس، ولو جه للشخص وظهرت أعراض الإصابة على الشخص المصاب بيؤدي ذلك لحدوث شلل مزمن في أعضائه، سواء كانت الأرجل أو الأيدي، وده طبعا مرض خطير جدا بيسبب مشاكل نفسية وجسمانية، وبيؤدي إلى حدوث نقص في القوى العاملة المنتجة في المناطق اللي بيوجد فيها هذا المرض. أعراض الإصابة حمى وصداع وغثيان، آلام شديد مع تشنجات في العضلات، هي دي النقطة اللي احنا بنقول عليها، تشنجات في العضلات يعني حدوث الشلل، تيبس في العنق والظهر، وقد يحدث شلل رخو وهو السمة المميزة لهذا المرض. طيب المرض ده بينتقل عن طريق ايه؟ الانتقال عن طريق البراز او الماء الملوث بالبراز. فترة الحضانة من 7 الى 14 يوم. المرض الخامس اللي هو الحمى البارا تيفودية، المسبب بكتيريا سالمونيلا بارا تيفاي، اعرفها بكتيريا وخلاص. اعراض المرض حدوث ارتفاع مستمر في درجة الحرارة، صداع مع ألم في البطن يسحبه إسهال دموي، فقدان للشهية وحدوث سعال جاف وإمساك مزمن. طرق انتقال المرض، بينتقل هذا المرض بواسطة طعام أو ماء ملوث، أو استعمال أدوات المريض الشخصية، أو تناول أطعمة مكشوفة، أو خضروات أو فاكهة غير مغسولة جيدا بالماء، والتي قد تكون ملوثة بجراثيم سالمونيلا بارا تيفاي. مدة الحضانة من 1 إلى 3 أسابيع. الحمى البارا تيفودية طرق الوقاية منها: التحكم في نظافة وصحة الماء والغذاء والصحة الفردية والنظافة الشخصية، لأن هذا المرض بيسمى مرض الأيدي القذرة، يعني اتباع وسائل النظافة عند تناول الغذاء أو عند دخول المرحاض بيؤدي ذلك إلى تقليل الإصابة بهذا المرض. طيب طرق العلاج لو أنا جالي المرض أعالجه إزاي؟ العلاج بالمضادات الحيوية لأنه مرض بكتيري، العناية بالنظافة الشخصية، إعطاء المريض المصل المضاد للميكروب المسبب للمرض. المرض الأخير اللي معانا في حلقة اليوم اللي هو الدوسنتريا، المسبب بكتيريا، وأعراض المرض إسهال شديد، وهذا الإسهال بيكون مترافق بالدم والصديد والمخاط. وطرق انتقال المرض، بينتقل هذا المرض من الإنسان للإنسان عن طريق إيه يا أولاد؟ عن طريق الماء والغذاء الملوث. طيب العلاج، استخدام المضادات الحيوية المناسبة واستخدام بعض المطهرات المعوية بيفيد في علاج الدوسنتريا المسببة لها البكتيريا. تعالوا بقى ناخد جزئية مهمة جدا اللي هي مايكروبيولوجيا مياه المخلفات. احنا خدنا مايكروبيولوجيا المياه، خدنا منها مياه الري ومياه الشرب ومياه الصرف الزراعي، هنا هناخد بقى مايكروبيولوجيا مياه المخلفات. ايه هي بقى مياه المخلفات؟ مياه المخلفات هي المياه الناتجة عن استعمال مجتمع ما من المجتمعات السكانية. لو جالك التعريف ده في الامتحان وقالك اذكر المصطلح العلمي، يبقى المقصود بيها ده مياه المخلفات، هي المياه الناتجة عن استعمال مجتمع ما من المجتمعات السكانية. طيب مصادر مياه المخلفات، انا عندي 4 مصادر رئيسية لمياه المخلفات: مياه مخلفات المنازل، مياه مخلفات المصانع، مياه مخلفات المزارع والحدائق، والمياه الجوفية والسطحية التي تصل إلى مواسير الصرف. طيب احنا لو انتوا عايزين ان احنا نستمر وتعرفوا مصادر مياه المخلفات دي خطورتها ايه، طيب ازاي انا اعالج
مياه الصرف سواء كان صرف صحي او صرف صناعي او صرف زراعي، يبقى انتظرونا ان شاء الله في الحلقة القادمة. احنا اخدنا في حلقة النهاردة دور الميكروبات في دورة الفوسفور، اللي هي إذابة مركبات الفوسفور العضوي وتمثيل الفوسفور في خلايا الميكروبات وحدوث عملية أكسدة واختزال لعنصر الفوسفور في التربة، وعرفت التحولات البيولوجية لعنصر الفوسفور في الأراضي المصرية، ودرسنا أيضا ميكروبيولوجيا المياه من حيث أهمية المياه ومصادر المياه وتعريف المياه الصالحة للشرب، وأيضا مراحل تنقية مياه الشرب، وأهم الأمراض الخطيرة التي تنقل للإنسان عن طريق تناول مياه غير نظيفة أو ملوثة بالميكروبات أو تناول غذاء ملوث بالميكروبات المرضية. بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كان معكم من التلفزيون المصري دكتور وائل شلال، على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله. نشكركم ونحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.